Thank you مساء الخير اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم اي تو زد النهارده يوم الاربعاء الموافق 28 10 2020 .20. بدايه حلقتي احب اهنئ كل المصريين وكل مسلمين العالم بالمولد النبوي الشريف كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير وبمناسبه هذا ال ال الاحتفال العظيم احنا كلنا طبعا بنرفض ونشجب تماما الاساءه للرسول عليه افضل الصلاه والسلام وما يعني من اللي بيحدث في فرنسا او اي حد اي حد يجرؤ ان هو يتطاول على تاريخنا الاسلامي وتاريخنا كمسلمين على مستوى العالم فاحنا حبينا بس ننوه في البرنامج هذا الرفض الجليل النهارده ان شاء الله هتكون حلقه مهمه جدا احنا كما تعودنا في برنامج اي تو زد بيكون حلقاتنا مميزه النهارده هتكون حلقتنا عن التجاوزات القانونيه اللي ممكن تحدث في المراحل الدعايات او التصويت في مرحله الانتخابات مجلس النواب وهنشوف مع بعض وهنستعرض كان في تجاوزات في المرحله الاولى من الانتخابات احنا طبعا احنا عارفين ان كان في المرحله الاولى او محافظات المرحله الاولى لانتخابات مجلس النواب هم 14 محافظه الانتخاب 184 مقعد بواقع 142 للنظام الفردي و142 للقائمه الانتخابيه كان بيتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 2163 مرشح على المقاعد الفردية والقوائم. يعني احنا عايزين نستعرض مع بعض النهارده يعني سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وهيكون معانا في في الف... وهيكون معانا ان شاء الله في الفقره الاولى المستشار عبد الحكيم شداد المستشار القانوني وفي الفقره الثانيه هيكون معانا موهبه جميله موهبه غناء الاستاذه ايمان عماد نطلع فاصل ونرجع لكم تاني رجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين وهنرحب بضيفنا وضيف فقرتنا الاولى من برنامج اي اه تو زد المستشار عبد الحكيم شداد المستشار القانوني اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اه اه هنطلق مع حضرتك بقى من كلمه اتقالت في التقرير اللي احنا شفناه طبعا اعزائنا المشاهدين انا عايزه اقول حاجه بس ان الفيديوهات اتبعتت لبرنامج اي تو زد لصفحه برنامج اي تو زد كتير جدا كانت منتشره على السوشيال ميديا يعني تحت غطاء ونمط هذه الفيديوهات الفيديوهات اللي احنا او الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي وجات هنا رسائل كتير جدا من شكاوى كتير جدا لاختراقات للقانون في المرحله الاولى لانتخابات مجلس النواب في جمله اتقالت في الفيديو ده سياده المستشار بيقول في حد بيقول مش هي دي مصر اللي جايه نعم <applause> ما يعني الجملة دي شدت آه. انتباهي جدا فخلينا نأخذ نبذة صغيرة من حضرتك عن قانون المرحلة الانتخابية بصفة عامة وما يحدث في الانتخابات يفترض يكون ماشي على أي أساس وخطوات قانونية سليمة الأولى يا دكتور أميرة كل عام طيبة بمناسبة طيب. مولد النبوي الشريف والحقيقة عايز أقول لك في البداية كده قانون الانتخابات وضع للتعبير عن إرادة الناخبين عن إرادة الشعب تمام يعني مضمون الانتخابات كلها والغرض من عمل انتخابات لمجلس الشعب المسمى بمجلس النواب هو حماية إرادة الناخبين حقيقي حماية إرادة الشعب المصري تمام ومجلس النواب ده ما هو إلا ممثل لهذا الشعب ويجب ان يعبر عن الاراده الحقيقيه مزبوط. لافراد الشعب المصري م. اي خروقات على هذا القانون يبقى هذا المجلس لا يعبر عن اراده الشعب المصري ويبقى فقد مضمونه وفقد اعتباره وفقد الثقه فيه طبعا آه علشان يحموا هذه الاراده المشرع الشارع يعني اللي هو الـ المفروض اللي هو مجلس النواب م. المفروض هم اللي بيشرعوا. حقيقي. حطوا أطر لإجراء الانتخابات حتى يضمنوا أن يصل صوت الناخب إلى الصندوق بطريقة نزيهة. مزبوحة. بطريقة فيها حرية. تمام. بطريقة فيها عدالة. دي قواعد ثابتة، قواعد. قواعد أساسية. قواعد، م. وبعدين القواعد القانون دي أصلاً ما هي جاية مندرجة من الدستور. تمام. الدستور اللي هو حماية الحريات العامة. مم. حماية الحريات العامة منها حرية الانتخاب. صحيح. اللي هي أساس التشريع. التشريع. أما 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 بيصدر من أعضاء تم اختيارهم. المشرعين دول اللي بيرسموا خطة الدولة. مزبوط. وبيرسموا مستقبل الدولة. مزبوط. وبيرسموا مزبوط. جميع الاستراتيجيات اللي بتمشي عليها الدولة. تمام. من بقى خطة اقتصادية، خطة تعليمية، خطة صحية، أي حاجة المفروض دول. ممثلين عن الشعب فيجب طيب. ان يتم اختيارهم بعنايه ويجب ان يتم اختيارهم بحريه ويجب ان يتم اختيارهم عن طريق عداله في العمليه الانتخابيه. تمام طيب. اما طيب. ما يحدث على الساحه اه يعني قولي بس قولي السؤال انا عايزه اه اقول لحضرتك يعني يعني مش فيديو واحد ولا اثنين ولا تلاته ولا عشره ده يعني مئات الفيديوهات اللي ابتدت حضرتك عارف طبعا ان اداه السوشيال ميديا اصبحت هي اسرع وسيله ان هي توصل الخبر. او توصل المعلومه اكثر تاثيرا في الرقابه من مجلس النواب بالظبط واكثر تاثيرا نعم. فعلا يعني نعم. على مدار خمس سنوات اللي فاتت لقينا المواطن هو اللي بيتكلم عن حق نفسه وبيوصل نعم. صوته بنفسه من خلال السوشيال ميديا طيب ماذا عن نظره وموقف القانون من هذه المواقف الموثقه يعني ايه الخطوات القانونيه المفروض يعملها المواطن اللي شاف فساد واللي شاف شيء فيه خرق للقانون يبتدي يعمل ايه ده غير طبعا المرشح دي حته ثانيه نعم. انا بتكلم فيها. نعم <applause> سبقتيني بخطوتين اتفضل كنت عايز الاول اتحدث عن كيفيه اختيار المترشح م. وكيف نحمي الناخب لاختيار هذا مهمه عبد. جدا النقطه طيب. دي يا سياده المستشار وفي عايز اخد معاكي حلقه كامله ان شاء الله لأن قانون الانتخاب نفسه قانون باطل في عوار طبعا تمام لا يعبر عن اراده الناخب حتى لو اراده الناخب راحت بنزاهه وحريه مطلقه برضه لا يعبر عن اراده الناخب انت تخيل ان الدايره خطير جدا اه إن... طبعا تخيل ان الدايره مثلا هقول لك هوامش كده لحد ما نتكلم فيها بتفاصيل تخيل ان الدايره اللي هي مطلوب فيها ثلاث مترشحين اه واحد رايح مش عارف الا واحد بس مجبر انه ينتخب ثلاثه صحيح من قال هذا؟ صحيح ومن شرع بهذا؟ اين عقلك يا اخي؟ وانت تجبر الناخب على ان يختار مترشح لا يعلم عنه شيء ولا مزبوط. يعرفه مزبوط. حتى يستكمل الافراد الموجودين او او النصاب اللي موجود في هذه الدائره أين صوت صحيح وليس هذا هذا فيه نزاهه هذه حريه مم. هذا تعبير عن اراده الناخبين اما يروح مترشحين ده ممكن مترشح مترشح ينجح وهو غير معروف في الدائره فقط ليه, ليه آه ان يصل الناخب الى النصاب اللي المفروض عليه تبقى القانون هو مجبر على اختيار على اختياره. انت مجبر على الاختيار يعني واحد راح ب ب بناخبين بعدد اصوات ليس آه او لم يذهبوا اليه لاختياره ليكون ممثلا للشعب المصري اين عقل المشرع؟ من هذا ده حضرتك ده ده كنت تتمنى ان طالما في توسيع للدوائر وان اختلفت الدوائر الانتخابيه فكان لابد ان يكون هناك بعض التعديلات يا فندم انا بالطبع. لو الدايره دي محتاجه خمس مترشحين او خمس نواب او ثلاثه او اربعه او سي انا اروح انتخب بحد اقصى النصاب بتاع الدايره صحيح انا مش عارفه الا واحد اروح انتخب واحد تمام انا مش عارفه الاثنين اروح انتخب اثنين عندي الحد الاقصى الخمسه مثلا او الثلاثه او الاثنين اللي مطلوبين على مستوى الدايره، <applause> لكن انا لو اجبر الناخب أن ينتخب اكثر من مرشح وهو لا يعلم عنهم شيء حقيقي محتاجه مننا حلقات مع حضرتك لا لا ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله. نيجي بقى ليه؟ <applause> ليه إرادة الناخب ونيجي للعوار اللي حصل والخروقات اللي حصلت <applause> التي ستجعل من جعلت من مجلس الشيوخ اللي حضرتك ليك سابق او مرشح سابق في مجلس الشيوخ يعني احب اذكر يعني هذا يعني مش عايز اتحدث آآ على آآ اساس آآ آآ ان انا بجيب سيره نفسي في حاجه ولكن دي تجربه عشتها انا عشت تجارب انتخابيه كثيره جدا على مستوى حياتي يعني كان في الماضي بيتم التزوير بالتزوير اللي هو المفضوح ما قبل 2010 ما قبل 2010, 2010 كان بيتم يعني تسويد بطاقات الناخبين نيابه عن الناخب الناخب قاعد في بيته والناس كانت بتنتخب له وبيحطه في صناديق وبيروح مجلس النواب ويشرع على مصر ويحط خطه في مصر م. المره دي كده برضو بس بشكل مختلف بس بشكل مختلف صحيح اقول لك بقى مش بشكل مختلف وبس ده بشكل اسوا حقيقي بشكل سيتم تجريد فيه تجريد اخلاقيات وادبيات الشعب المصري سيتم تجريد المجلس النواب نفسه من عضو يستطيع ان ان يفكر لمصر ان يحدد خطط مصر ان يراقب الاجهزه التنفيذيه صحيح ليه اولا دلوقتي اصبحت الانتخابات لرجال الاعمال وليس للسياسيين واضح جدا على السياسيين ان ينسحبوا من هذا المشهد ويتقدم رجال الاعمال اصبح يستسلموا يعني ست لا, لا 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 يعني خلاص خلاص اصبح دلوقتي الذي عنده عنده فرصه للنجاح والذي يستطيع ان يصرف ببزق على الانتخابات لا ده عشان سيب. ان يبيع ويشتري مش يصرف ببزق آه. على الانتخابات هو بيبيع ويشتري آه. الموضوع بص بقى يعني موضوع شراء الاصوات هذا أفزع واكثر تاثيرا على مستقبل مصر من تسويد البطاقات في العصر في عصر ما قبل 2010 حقيقي. يعني اذا كان تسود البطاقات الناخب قاعد في بيته لم تهان كرامته قاعد في بيته ناس هم اللي اهانوا كرامته وسودوا البطاقات نيابه عنه اما ان الناخب نفسه تاخده من البيت تحت تحت الحاجه وتستغل حاجته للاموال وتعطيه اموال زهيده لا قيمه لها صحيح. وتسرق فكره بقليل يا وتصادر على حريته وتهينه بانه هو رايح ينتخب بـ 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 باموال زهيده انا سمعت في التقرير انها 100 جنيه لا ده في بعض الدوائر ب 37 جنيه اللي هي الشنطه صحيح. اما فتحناها صحيح. لانها بتكلف 37 جنيه صحيح. وفي شنط كانت ب 20 صحيح. جنيه هقف مع حضرتك عند الحته دي اخد المداخله التليفونيه اللي معايا استاذه اسماء من الجيزه اهلا وسهلا استاذه اسماء الو ايوه فندم اهلا بحضرتك حضرتك معايا يا فندم بتفضلي واضح ان الاتصال قطع فارجع لحضرتك تاني كنا بنتكلم في يعني انا اما اما اصادر على حريه الناخب واسلب حريته بل واسلب كرامته كمان ان انا اعطيه مبلغ زهيد زي كده واخرجه من بيته بالطابور واخرجه من بيته بلمهم في اتوبيسات عشان يروح يدلوا باصواتهم لناس ما يعرفوهمش والناس لم لحتى لم يروهم لانهم رجال اعمال قاعدين في مكاتبهم واروح يدلي صوته واحد بعد كده ياخد بون زي ما شفنا بالظبط ويروح يستلم الشنطه او الفلوس دي اهانه للشعب سيادة المصري. المستشار اهانه الشعب المصري بهذا المنظر البشع هل هو يعني أقول لحضرتك دليل دليل مخفي ولا دليل واضح وصريح القانون يقدر يتخذ مجراه في هذا؟ يعني فين عقوبة القانون يعني في الموضوع ده؟ يعني إزاي نعاقب الناس إمتى؟ أو إمتى نعاقب المرشح الذي يسلك هذا المسلك الغير قانوني؟ بس أقول لك هاي حاجة. مش هنتحك على حاجة. عشان نضحك على نفسنا. القانون حاجة والتطبيق حاجة تانية خالص. القانون اذا ثبت ان هناك عمليه شراء اصوات على نطاق واسع تبطل هذه الانتخابات مفيهاش كلام ويعاقب هذا المرشح بالاستبعاد بل يعاقب الناخب نفسه اذا كان ياخذ مقابل حضرتك خدت بالك في الفيديو ان اللي كانت بتتكلم وعامله الفيديو هي النائبه مي محمود وبرده كان على بعض مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك ليها فيديو انه وطلع على بعض القنوات الفضائيه انه تم القبض عليها او تلبس مندوبينها واللي في الحمله الانتخابيه بتاعتها لهذا الحدث فمين ناخد في ايه بالنسبه للقانون هو المفروض <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني نشوف ده ده اللي صح ولا ده اللي صح المفروض. ولا نعمل ايه في القانون في لبس في هذا الموضوع والقانون لم يوضح والمشرع لم يوضح بالزبط. لان من يضع التشريع زي ما انت شايفه بيروح بالشكل ده يعني. تمام اولا يجب ان تكون الامور واضحه في الطعن على العمليات التي تتم في الانتخاب العمليات الاجرائيه م. يجب ان يكون القانون واضح م. يجب أن يحمل القانون بصورة واضحة المترشح والناخب نفسه إلى آخر يوم إلى آخر ثانية من التصويت بـ 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 بمحكمة محددة لكن انت النهارده لما تروحي لمحكمه القضاء الاداري عشان تبطلي اجراء من اجراءات الانتخابات اثناء سر العمليه الانتخابيه يديك عدم اختصاص ويديك اداريه عليا للاسف على وحصل على, على اعتبار ان خلاص النتيجه بان صحيح صحيح ما هو انت عبال طيب. ما بتطعني وتروحي طيب. والكلام ده كله هاخد... خلاص بيكون الفرز خلص هاخد المداخله هاخد المداخله ثاني استاذ محمد من الجيزه مع حضرتك ايوه مساء الخير مساء النور اتفضل يا فندم نعم لا حضرتك شخص كنت موجود في حمله اعلانيه مع مرشح ما في دائرة الهرم مم. حضرتك اتفضل يا محمد معاك كانت الفلوس حضرتك بتتوزع 100 جنيه وكان في ناس بتجي انا مخصوص علشان تقول ده من المرشح بتاع المرشح اللي حضرتك منسوب اليه ولا المرشحين المنافسين؟ انا حضرتك انا كنت مع المرشح المرشحين المنافسين كانوا آه. لي بقبول <تضح في> امضي <الوضيف الحكوم> لي اختم لي الكوبون دوت عشان ناخد فلوسنا <تضح في الوضيف الحكوم> بالليل قبل ما نمشي الناس بتجري ورا الرجاله بتاعه المرشح منافس علشان ياخدوا الفلوس عمالين يجري وراه في الشارع علشان ياخدوا فلوسهم انت عندك كم سنه يا محمد نعم يا فندم عندك كم سنه 23 سنه حضرتك تمام كان احساسك ايه وانت بتشوف المشاهد دي؟ بما انك شاب يعني في في المرحله اللي احنا عايزين فيها تطوير وتقدم لمصر ف اه يعني وصف لي احساسك كان ايه؟ لا يعني اكن يعني مش احساس مش موجود اكن حد جاب سكينه وبيقتلني بيها تمام حد برا يعني حد يعني الناس كده بترخص نفسها وبيقولوا لهم المنافسين المنافسين بيقولوا لهم انتوا رخاص انا هشتري صوتك ب100 جنيه دي حاجه تحزن لما انا اشوف دلوقتي بلدي شكرا دلوقتي بلدي. شكرا يا محمد شكرا على مداخلتك انا هكتفي منك بالكلمتين دول ونرجع لسياده المستشار علشان ده يعني موضوع تاني في ان الشباب اللي كان عندهم امل لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان يعني الاعوام القادمه والفتره القادمه هي فتره الشباب ويصابوا بهذا الالم والتعبير اللي قاله استاذ محمد من الجيزه الحقيقه ان احنا كشعب هقول لك هقول لك حقيقه بلا نفاق ولا بلاء وبلا رياء وانت عارفة ان انا ما بعرفش طبعا يعني. نحن كشعب وكمسؤولين عن العمليه الانتخابيه دي وكمترشحين لسنا على مستوى الرئيس السيسي الرئيس السيسي سبقنا بمراحل سبقنا أكيد. بخطوات اكيد رجل شغال وبنى مصر فعلا وبنى عمل لنا جيش قوي اصبح دلوقتي مصر يعني دوله لها ثقلها من الناحيه الخارجيه ومصر واضح فيها شغل الرئيس ولكن احنا في الانتخابات ضيعناها ده اللي يضايق يا سياده المستشار ضيعناها بالاحزاب اللي طالعه جديد اللي اعتمدت اعتماد كلي على شراء الاصوات وعلى تزوير اراده الناخبين ضيعناها بان اللي بيتقدم دلوقتي هم رجال الاعمال كل السياسيين تواروا خلف هذه المهازل التي تحدث كل الناس الساسه القوى الكبيره جدا اللي هي كانت موجوده وحمت الدوله مع مع سياده الرئيس ومع ومع الاجهزه حمت الدوله من تغول الاخوان وتغول الافكار الهدامه والافكار المتطرفه حمتها سواء على السوشيال ميديا او في البرامج التلفزيونيه او في المؤتمرات او في الندوات وانت حضرت معايا ندوات كثيره جدا صحيح. حموا الدوله بافكارهم وثقافتهم وسياستهم وتاريخهم هؤلاء بيتواروا الان بالزبط. وبيتقدم رجال الاعمال الذين لم يدافعوا يوما في يوم ما عن الدوله لم 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 يتواجدوا في الميادين زي ما تواجدوا تواجدنا سياده المستشار هسال حضرتك سؤال قبل ما اخد المداخله الثانيه وخلينا نقف عنده ماذا لو تم الشك في نتيجه انتخابات مجلس النواب في المرحله الاولى وثبت بعض المرشحين وليس البعض الاقل البعض الكثير من المرشحين ان نتيجه اللجان الفرعيه هي مخالفه تماما عن النتيجه العمّة. التي تحدث من اللجنه العامة بالظبط فخليني خليني اشوف المداخله نعم. معايا معايا استاذ استاذ نادر من البحيره اه من البحيره اتفضل يا فندم حضرتك احنا من البحيره أفندم مع حضرتك يا أستاذ نادر حضرتك على الهوا تفضل أنا بالبحيرة وبعدين حاصل فساد جامد 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 في الانتخابات تمام كله كله ماشي بالفلوس بالرشا امم وإحنا كنا بنقول يلا يعني تبقى ديمقراطية امم وكنا بنقول يعني أحسن من الأول حاصل فيها فساد 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 فظيع امم يعني اللي هي الناس عاوزاه بالعكس بيجي حتى تاني داخل ماليش شيء ولا فيه بيقول هو اللي نجح وتزوير فساد جامد اقسم بالله انا نعم الخط فصل آه يعني بص اقول لك على حاجه هو طبعا آه آه حصلت بالظبط وحصلت في آه قبل كده في الشيوخ ان نتيجه اللجنه العامه جاءت مغيره للمحاضر آه الفرز اللي بالزبط. هي بتجرى من اعضاء هيئات قضائيه بالظبط بس الكلام فيها ختم يعني فيها ختم النذر وفيها بس ان الكلام اللي هو اللي بيسلمها بيعمل ايه المترشح عن طريق مندوبيه في اللجان بيجمع المحاضر الفرز اللجان الفرعيه على مستوى الدائره بتاعته م. وعنده كل محضر لجنه فرعيه موقع ومختوم من المستشار او عضو الهيئه القضائيه اللي موجود في اللجنه الفرعيه تمام. وده عضو هيئه قضائيه لن يزور بيجد ان النتيجه المعلنه من اللجنه العامه مغيره هذا بيحدث فعليه فورا المترشح ان نلجا الى الاداريه العليا المحكمه الاداريه العليا بطعن الاداريه العليا يعني لان حضرتك العليا. تعلم ان من بعد ظهور النتيجه من اللجنه العامه على مستوى المحافظات دي دي دي. المرحله الاولى ان المرشحين فعلا ابتدوا يعملوا طعون جماعيه نعم. ودي لأول مره تح تحصل في مصر حتى لو كان ما قبل 2011 ما كانش حد بيعمل نعم. هذا الاجراء نعم. فدلوقتي بقى في طعون جماعيه فهم يتوجهوا الى إدارة الهيئه العليا للانتخابات لا 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 مارفين. المحكمه على طول المحكمه على طول المحكمة المحكمة تمام, تمام. طيب وبعد كده سياده المستشار يعني المفروض دي بقى المفروض دي تبقى دعاوة بتبقى دعاوى بترابعتها بتبقى دعاوى مستعجله بيتم الفصل فيها من المحكمه وبعد كده اذا كان في فعلا بطلان وثبت المحكمة ان هناك بطلان بتحكم ببطلان بطلان اعلان النتيجه واعاده الانتخابات على هذه اعاده الانتخابات مره اخرى نعم. ولا ظهور النتيجه الحقيقيه هو من الجانب انا عايزه قانونا بس افهم اذا الحدث حدث ده. تزوير لا يستطيع لا تستطيع معه المحكمه أن،, أن, ان ان تفصل في عدد الاصوات التي اخذها المرشح سين والمرشح صاد ويظهر ويبين من الاوراق الموجوده امام المحكمه م. ان لن تستطيع ان تحكم بين الاول والثاني والثالث سعيد الانتخابات لو حصل تزوير ولخبطه لكن لو اعادت رصد الاصوات ايوه وكانت وكان العوار هنا في الرصد الاصوات عليها ان تعدل ما اصدرته سبق وان اصدرته اللجنه العامه للانتخابات وتعيد ترتيب المرشحين سواء بقى لو واحد نجح من اول مره لا تعيده الى الاعاده او لو كان الاعاده ما بين سين وصاد والكلام ده مغير للحقيقه والواقع تعيد الاعادتين ما بين المترشحين الحقيقيين الذين حصلوا علي الاصوات الايه طبقا لاعاده الفرز تمام سياده المستشار هاخد مداخله معايا استاذ جمال من المنصوره الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا في المرحله دي لان فعلا هناك يعني احنا لمسنا حتى في تقاريرنا احنا كنا بننزل نعمل تقارير في الشوارع وبنشوف سير العمليه الانتخابيه اخبارها ايه مع المواطن او هو احنا خلاص يعني احنا بنسمي هذا السباق اللي يفترض يكون نزيه هو العرس الانتخابي ليه؟ لان حضرتك زي ما قلت ان المواطن من حقه انه ينتخب من ينوب عنه ويتكلم بصوته. لقينا يعني يعني عايزه اقول لحضرتك في مواطن بيقبل بال جنيه ومواطن اخر عازف تماما ويرفض تماما وفعلا مقتنع بالمرشح الذي يمتلك يمتلك الفكر والعقليه التشريعيه اللي هتساعده فيما بعد. فيعني انا عايزه اسال القانون هنا لو ثبت فعلا في تزوير اراده يعني انا مش عارفه القانون اصلا كان يسن هذا البند ولا لا إن, ان يعاقب على تزوير اراده المصريين يعني طبقا للدستور حضرتك بتقول يعاقب المرشح نفسه اللي مارس هذه الخروقات القانونيه ولا ايضا المواطن المرتشي او بياخد رشوه من المرشح هو هنا القانون لا ينظر الى المواطن على انه مرتشي <applause> ولكن أه بينظر على المترشح انه أه يعني استغل امواله في شراء الاصوات وفي أه تزوير اراده الناخب وفي أه أه يعني عدم الالتزام بالضوابط الاجرائيه للانتخاب بيعاقب المترشح احيانا بالاستبعاد وممكن يعاقب كمان بالحبس لانه هنا ارتكب جريمه المواطن هنا أه أه لن تستطيعي حتى لو لو اخذت دليل على مواطن خد 100 جنيه علشان يروح لم ينظمها القانون لان قد يكون ال100 جنيه دي مصاريف ممكن يقول لك ده مصاريف مواصلاتي عشان نروح للجنه تمام. ممكن يقول لك دي مصاريف اكل وشرب عشان هروح هم بعدد افراد الاسره سياده المستشار فيطلع في آه. له ب 500 جنيه مثلاً, مثلا في الموضوع ده آه لكن آه لكن هنا المترشح آه شراء الاصوات ده خرق من الخروقات التي تعد من الجرائم الانتخابيه التي يعاقب عليها القانون آه ودي آه يعني آه حتى بيتم ضبطها يا دكتور اميره بيعتبر ان دي حالات فرديه يعني مثلا اسلك لن تضبطي مثلا هو جاب 70000 ولا 50000 ناخ فيقول لك هو اشترى خمسه اللي انت ضبطتيهم تمام اللي انت ضبطتيهم عشان كده مش نضحك على نفسنا القانون القانون مجرد لكن التطبيق يجب ان يكون هناك رقابه حقيقيه على المترشحين على حضرتك على الرقابه دي مهمه آه. جدا 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 بس اخد معلش المداخله معايا استاذه نعم. ساره من الجيزه اهلا بحضرتك اهلا يا فندم اتفضلي هو طبعا بص انا عايزه بس لاني مشتاقه جدا من الانتخابات واللي حصل في الانتخابات. حضرتك احنا كنا بنروح ننزل عشان كنا عندنا امل ان الشباب اللي تمسك او يبقى في ناس كتير فعلا جديده تعمل لنا حاجه اوريدي بس احنا بنروح عارفه العربيات بتاخد كده الناس بالفلوس وبيستغلوا ان الناس محتاجه فلوس زي مثلا محمد علي روماني لا الناس من فضلك احنا مش عايزين دلوقتي اه دلوقتي استاذه ساره استاذه ساره احنا الان بنتكلم بصفه عامه وليست بصفه اه خاصه فمش عايزين اي اسماء من فضلك اتفضلي انا بعتذر لك بس والله امي. كان المواقف يعني مش قادره اقول لك اللي كان بيحصل كان ما في يعني بيقفلوا على المرشحين التانيين وكانوا هم محتلين يعني الخناقات والمكان كان محتل لناس معينين مش عارفين نقول اصواتنا مش عارفين حتى نقول مش عارفين اللجنه اصلا موجودين <applause> فبيستغلوا الناس محتاجه مثلا حاجه معينه ويشتروا الاصوات طب ما هو كده كده برضه يبقى نفس الاعادات هي هي ونفس الناس هي هي وبرضه مفيش حاجه بتتغير في البلد شكرا يا استاذه ساره شكرا لحضرتك ده ليه صله قويه جدا بالمتابعه والرقابه اللي حضرتك بتتكلم عنها سياده المستشار يعني هل هو مطلوب من المواطن هو اللي يتابع ويراقب في الخرق القانوني اللي بيحصل في العمليه الانتخابيه ولا المفروض يكون في قوه امنيه او رقابيه او يعني اشرح لي المشهد واشرح لي او قولي ايه اللي نقصنا في هذه المرحله عشان يحدث هذه الاختراقات اولا كذا حاجه يجب ان الاجهزه انت عارفه الـ الـ الجهات المدنيه اللي هي بتراقب الانتخابات والاجهزه الحقوقيه او الجهات الحقوقيه يجب ان يؤخذ بتقاريرها او تتوضع محل اعتبار. اه ويجب ان اه ان يكون المترشح نفسه تحت المنظار من خلال اجهزه الدوله. بالضبط اه ويكون الـ 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 الاماكن اللي هي بيتم فيها الانتخاب يجب ان يكون هذه الاماكن مراقبه حتى ولو كان بالتصوير واذا اتضح ان هناك مترشح او مندوب مترشح أو, او او اقارب مترشح بيتعاملوا بهذه الطريقه مع ناخب يجب ان يتم ضبطهم وتحرير محاضر و والمترشح اللي هو صاحب آه هذه الاجراءات الباطله يجب ان ياخذ ان آه يؤخذ مأخذ الجد في اجراء آه رادع ضده فيتم ردع الباقي لكن هو اللي بيحصل ان الكلام ده سايب كله، مفيش حد بيسال وان حتى لو انت ضبطت هذه المواضيع بتعتبر في حكم القانون حالات فرديه، لن تستطيع ابطال حالات دائرة فرديه بال20 مرشح وال25 آه يعني مرشح يعني يعني, على مستوى يعني انت لو جبت المرحله الاولى محافظات المرحله الاولى أنا يعني انا انا عشان اكون صريح معاكي هذا الموضوع لن يتم الا بوعي تمام والا بوعي و و ويتم توجيه الاعلام كله حقيقي حقيقة. مش 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 يكون بعض الاعلاميين او بعض القنوات الخاصه الاعلام كله يتم توجيهه ويجب ان يعاقب المرشحين بالاستبعاد اثناء العمليه الانتخابيه وبعدين انا لي رجاء عند المرشح م. وعلى كل منوط او كل مسؤول في هذا الموضوع الا يتم اعلان النتيجه العامه والا يتم اعلان النتيجة النهائية من اللجنة العامة من الهيئة الوطنية للانتخابات الا بعد التاكد تماما من سلامه العمليه الانتخابيه احنا نتمنى. لكن لما بيعلنوا يا دكتور اميره خلاص روح بقى محكمه النقد وعدم اختصاص واحاله لمحكمه النقد ومحكمه النقد بقى ايه خلاص يكون العضو حلف اليمين تمام. واصبح محصن مم. ولن تستطيع النيل منه حتى لو ارتكب افظع الجرائم دي دي, 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 مشكله قانونيه اخرى طبعاً لازم طبعا ده تحل موضوع كبير, موضوع كبير لكن جدا لكن انا بتكلم ان الوضع يجب ان يكون قبل اعلان النتيجه مم. طالما اعلنت النتيجه تحصن المرشح والكلام ده يعني يعني مارسناها على مدار عمر كامل طيب نحن يجب نعلم. ان يتم ضبط هذه المنظومه الاجرائيه للانتخابات قبل اعلان النتيجه متعلنش النتيجه الا اذا اتضح سلامه الاجراءات واخذت المحكمه الاداريه العليا حقها تماما ووقتها في الفصل في سلامة العملية الإجرائية بعد ما تاخد وقتها تماما وتحكم في الدعوة اعلن لكن تعلن والمحكمة شغالة وبعدين تيجي تقول لك خلاص عدم اختصاص لأن ده أصبح دلوقتي العضو ما بقاش ما بقاش مترشح تبقى عضو وأصبح محكمة النقد المختصة وتروح محكمة النقد بقى تتعامل مع عضو مجلس نواب ما بقاش تتعامل مع مترشح هذا هذه الأمور كلها يجب أن يعاد ضبطها ويعاد صياغتها من جديد طيب سياده المستشار نحن نعلم جيدا no. ان القضاء المصري يعني يتسم بالنزاهه والشرف no. No. وقضاء شامخ حقيقي no. No. طيب احنا نعلم, نعلم ان خط سير العمليات الانتخابيه بتكون من الالف للياء ومن اي تو زد للقضاء القضاء هو الذي يشرف عليها كليا no. ماذا عن موقف القضاء المصري في هذه المهازل التي تحدث يعني بصفتك رجل قانون وانت يعني في في في, في القضاء فقول لي انت كحد داخل هذه المنظومه قل لي موقفك وردك هو, هو يعني اقول لك <applause> على حقيقة. لا شك ان لا يمكن ان يرى قاضي خطا امامه ولا يحكم بما يمليه عليه ضميره وما يوجد في نصوص القانون ولكن هي المشكله في رصد الخطا صحيح المشكله في تقديم الدليل على الخطا مم. المحكمه مج... مج... متجرده تماما القضاه متجردين تمام. يحكموا بما امامهم انت ضعي امامه الادله هي مجموعة يعني هي المشكلة مشكلة تجميع أدلة البطلان. م. البطلان العملية الإجراء في الانتخاب، ازاي تجمعيها؟ المترشح اللي هو بيطعن صعب جدا يجمع أدله، يجمع دليل ولا اثنين المحكمة ستعتبر أن هذه حالات فردية. عشان كده بقول لك العملية عملية وعي وعملية رقابة سابقة. إذا هي المعادلة أن يكون نعم. أن يكون هناك رقابة حقيقية ومتابعة لسير عملية الانتخابات نعم والرصد عملية الرصد فيما بعد لاختراق أي شيء في القانون بالنسبة لهذه العملية ثم يرجى إلى القاضي عشان يحكم رأيه أما حضرتك ما تقصد أنا عشان برضه نوضح أما ما قلناه عن إن الأرقام اللي بتبقى موجودة في اللجان بزر. الفرعية وتذاع غيرها من اللجنة العامة بتبقى أخطاء في الرصد ممكن يكون من الموظف أو ممكن يكون المترشح نفسه هو من الفرق اللجان الفرعيه الفرق مئات الالاف يا آه فندم ما فيهاش خطا هذا <applause> يرجع آه 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 هذا يرجع لكل وقاعة على حين طيب احنا داخلين على المرحله الثانيه آه من الانتخابات حضرتك تنصح بايه وتتمنى ايه وتطالب بايه انا اتمنى ان يرجع مجلس النواب الى مجلس الشعب مسمى يمكن. من من نعم. البدايه مجلس هذا الشعب هذا مجلس الشعب وليس مجلس النواب تمام وبالطريقه دي اصبح فعلا مجلس النواب مم. بالطريقه اللي احنا شايفينها دي مم. ان يرجع مجلس النواب الى مجلس الشعب وان يكون مجلس الشعب من الساسه من المتخصصين في الاقتصاد والتعليم والصحه وغيره مش كل تكنوقراط في والتفكير خارج الصندوق صحيح وان تلغى تماما وت... وتم... ونمحو من الذاكره موضوع الكوته صح. انا ما وديش شباب لسه ما عندوش خبرات عشان يروح يشرع لمصر ما وديش سي... يعني سيدات لمجرد ان يكون هناك سيدات في المجلس لا خبره لهم ولا و... و... ولا تاريخ لهم في السياسه، الساسه يا دكتور اميره احنا بنطلب حتى يكونوا المحافظين والوزراء ساسه لان من يدير اذا كان مختص فقط لن يستطيع الاداره انت ممكن تلاقي طبيب ناجح جدا ومش عارف يدير مستشفى وممكن يديرها واحد موظف، الاداره ملهاش دعوه بالتخصص ولكن اما يكون التخصص موجود مع واحد سياسي يبقى دي ايه العمليه طيب انا يعني عايزه اختم فقره حضرتي مع حضرتك معايا في ان بلاش تكون قاسي شويه علي موضوع الشباب لان يعني علميا بنقول ان الشباب له الفكر المتطور مع ذوي الخبرة يعني مش بس لوحده ولا ذوي الخبرة لوحدهم فلا مانع أن يكون هناك شاب عنده مش... كفاءة عالية وعنده خبرة سياسية من ممارساته مثلا أو نشاطه السياسي من الكيانات السياسية المتعارف عليها قانونا ويبتدي يخوض التجربة ويبتدي يشارك حضراتكم ذوي الخبرة في اسمحيلي التشريع <applause> بنص دقيقة أقول لك إن إحنا فهمنا موضوع الشاب غلط الشاب ليس هو الذي يبدأ من سن العشرينات الشاب اللي في الثلاثينات والشاب بالزبط. اللي في ال40 سنه ده, ده اللي اقصده لحضرتك آه. يعني انا بنا الشباب بالزبط. الدنيا فهمتها غلط صحيح. والمشرع صحيح. يعني مشي معاهم صحيح. ان الشاب لازم يكون عنده 22 سنه لا 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 آه. مش ده اللي اقصده خالص مع نعم. حضرتك يعني انا نعم. اتشرفت بحضرتك والحمد لله كانت فقرتنا مثمره جدا وان شاء الله لنا لقاءات زي ما حضرتك قلت الحلقات على المواضيع الهامه اللي فتحتها النهارده معايا في الحلقه اعزائنا المشاهدين احنا بنشكر سياده المستشار عبد الحكيم شداد المستشار القانوني ونطلع فاصل علشان خاطر نشوف الفقرة الثانية بتاعتنا إن شاء الله